السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد حادثة الأليمة التي ألمت بأشقائنا الجزائريين والعملية الإرهابية التي قام بها جيش الاحتلال المغربي بواسطة طائرة مسيرة، ارتأينا أن نحضر إلى المكان ونقوم بمعاينة مباشرة. حسب المعلومات الأولية، الطائرة التي استهدفت المكان كانت قادمة من الجهة الغربية الشمالية، حيث أن الشهود عيان رصدوها وقامت بأول عملية هو بإطلاق صاروخ في هذا الاتجاه، حيث تم استشهاد الأشقاء الثلاثة الجزائريين. ولقد يلاحظ هنا بقايا للصاروخ، بقايا الصاروخ الذي أطلق من الطائرة المسيرة المغربية. وبعد تحقيق لاحظنا أن سائقي الشاحنة كانوا قد وضعوا الشاحنات على وضعية الراحة، وهنا تلاحظون الدواليب بعد ما تم وضعه في عملية الراحة، ومن الشاحنة الأخرى. بعد التحقق من ما تم حمله على الشاحنة، هنا نلاحظ الإسمنت الأبيض، هذه هي السلاح الذي ادعى الاحتلال المغربي أن الشاحنات كانت محملة بالأسلحة، ليس إلا إسمنت أبيض عادي. ها تفضل. الصاروخ الأول سقط من هذه الجهة، بعد ذلك صاروخ آخر سقط من هذه الجهة، نلاحظ أن الشاحنة انشطرت نتيجة لقوة صدمة الصاروخ. ادعى المغاربة أنها منطقة ذات طابع عسكري أو ألغام. نلاحظ هنا الطريق الرسمي الذي تسلكه الشاحنات القادمة من الجزائر في اتجاه نواكشوط. تعال سنلاحظ هنا، هذا هو الطريق. كما يدعون أنها منطقة، عسكرية وملغمة، خبر لا أساس له في الصحة ومعلومات مغالطة. وللإشارة جدار الذل والعار، هو الجدار المغربي، يبعد حوالي 100 إلى 120 كيلومتر يعني. والشاحنات تحمل الترقيم 00212 8 14 30 ولاية ورقلة الجزائرية. أيضا هنا الشاحنة تحمل نفس الترقيم 00448 809 30 ولاية ورقلة الجزائرية. يعني المنطقة ليست منطقة عسكرية ولا منطقة ملغمة. هنا يعني أحد الضحايا سقط هنا مباشرة في هذا المكان، كما نلاحظ هنا. يعني هنا أيضا بقايا ما زالت موجودة، بقايا الشهداء رحمهم الله. هذا ما تم الوصول إليه. هؤلاء هم العسكر، هذا هو العتاد العسكري الذي دعا الاحتلال المغربي. ليسوا إلا أبرياء مواطنين بسطاء يريدون قوت عيشهم، لا أقل ولا أكثر.